ترقد تقوم متفكك من الوجه تحسك وجع. قلت بعدين بين عشي انا لاني اقرب واحد مهند كجد في المسجد مالك فحلفت عليهم وبعد عيا والله لا لا عشان يعني في المسجد خبر ما يقفلوا من المسجد كان قلت يا شباب قلنا فراك من فوق الارض الدنيا صوت المايك طال عمك مايكك طفى صوتك يلا اقول من العيال يرقي فان بكره طخ اي ارحب وسهلا الله يحييك شلون اليوم طيب اليوم بيتزا في الطبخ هنا في المطبخ ومعي من عايض الزايد لقب الاثنين الخبلان وليد تخيل هو الله حي ابو عبد العزيز وليد ارحب يلا حي وليد تخيل نتقابل انا وياك في طبخه انا خلوني مع مين ثلاث جولات حبيت هنيه اخذت النقاط ومشيت اخذ 150 وانا ما شاء الله تبارك الله خلوني مع مين ولا في المطبخ ماش الحظ تروح عند هذاك بلوشي شغلان معاي يوم السبت انا يوم الربوع قلت له تعبت اطبخ انا وعامر منير ضد فلاح القرقاح واحمد الشمري يوم انا بكره انا نواف اه ها دلحين دلحين هذه الاخبار الزينه الله يطول عمر منى السفياني تبرعه منى السفياني تبرع عني وعن فريق الدعم والله يجزيها خير ان شاء الله وتقبليني قبل الاحد تستاهل جزاك الله خير يا منى السفياني والله ما انا باقي يا عن 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 هلك ان شاء الله في ميزان حسناتك يا رب انا ما احب الكره ان شاء الله يجي افرح يا انا ودي يوميا وليد رشد وليد حلو التبرع مساكين يسوون من بعيد ومن قريب ولا طاحهم وما في السعوديه يعني نعمه ما شاء الله لا عادي بس مشارك زين هذا الغرامه مع الغرامه شوف يا تدري ايش قالها اليوم قال يا عيال انا نقطه واحده ما جتني خلال هالاسبوع يا الربع ما جاني نقاط حتى المطبخ خسرت لا هاشتاج لا شيء كان يشتكي لي تضيم لي يا ولد الناظر فيك الاسبوع الماضي لدرجه انت انك انك الاسبوع الماضي نقاط انك تحب النقاط مره وياخذ ما شاء الله تبارك الله اجاب الاسبوع بعدها بيوم لا بنفس اليوم شخت لا قبلها اللي 250 ماركتنج 250 ما شاء الله تبارك الله طارت نقاطه 900 صح؟ سفير كانت رياض ما شاء الله تدري وش ذكرت يا سعاده السفير؟ ايش تبي؟ تبغى قهوه؟ ذكرت العماني اللي من نجران اللي دق على العويسي تذكره؟ عادي العويسي تقدر تواصل مع الاداره يجيبون رقمه ايش تبي؟ يعطونك الجوال يدق عليه العويسي يحول له دراهم من عمان ويقول له بتبرع تحول على رفيقك العماني لا كلمتني ابو عبد العزيز الاداره محتفظون بالرقم اللي قبل اسبوعين هذا لا تعذر لا تقول دول الخليج ما صلوا على النبي واحد من الكار لا لا الحمد لله الخير موجود محمد شغل روحك امك تقول لك شغل ماك شغال يا رجال تقد امي شنو سوت عندها خويتها في السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام انا بنت فلان انا ابي بنت ريان حولت المبلغ خويتها تبرعت يا سلام اذا الله انا اقول للعويسي يبيع واحد من الركاب اللي في عمان السبوق ذي ما تبرع ما يستوي غير يوم ببيع شيء لازم ابيع شيء سبوق الربع ركز امك شوفوها دقيقة عندي صدى طيب انا يا وليد يا وليد يمكن البلا من عندك يا وليد نعم اللجر اللجر حلو مود بيموت بكره لا منى السفياني اليوم جزاه الله خير تبرعت وبصير يسوي لكم قهوه والله يجزيها خير هاي هاي لا ما عاد في وقت بصير بقول ما عاد في وقت ليه يقول ارهاق ارهاق دك والله بخير الواد بخير مرهق مرهق ارهاق دك تعال 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 هنا ليش ما قصير قم قم صح صح يلا تمارين على الميدان يلا عاش ايه ايه عاش انت يمك نور يمين يسار يمين يسار فوق
الحين نغني الشفير عادي يغني يا وليد. الله ترتيبات اليوم ابو علي مسوي لهم ترتيبات حلو. مضبطيني بالله خل اغراض يمكن توافي عند واحد. يا سلام مضبطيننا خل مطبخنا لنا. انتوا اكثر ناس مضبطينكم قصر النوم. ايه اليوم بيتزا شكلها. شوف هذه راتبينكم ترتيب حلو اليوم. اي ولا جا سولف عندي تحط فيها بيتزا اليوم من بيطبخ وليد انت؟ معاذ غرام ومعاذ زين. هيا خذ لك شيل ودي اماله. اي والله هاي ذيل هاي ما ادري ما صح ادخله قبل شيء قال ايش رايك؟ ما ابغى خلاص خلاص شيلوا النقاط لا تسوي لكم قوامه بيقوم سوي لكم شيء والله قل امين جعل من جابك الجنه بيض الله وجهك انك قعدتنا اول مره اقعد والله ما تدري فلح شو بس انت مو طلاب مو مرتاح اقول انت شدت كانت في مكانها شديده في اللي البارح يا رجل وليد وليد اللهم صل عليك يا رسول الله يا شي الرن عيني يا عيوني فيك روحي بغت روحي تروحي الطول دام تشوف دربك هاي ابو ناصر اعمامه تشوف دربك جيناكم لا الويسي نبي على الغاز وعصابه طيب الويسي ليه ما تخليها العصر وشام هذا اللي هاد مري ويعمي امورك طيبة امورك طيبة اي صفي صفي نبي على الغاز وعصابه قاعد موروث الشعبي. طيب عندي ملاحظة. تلاحظون الأسابيع هذه كلما تقدمت الأسابيع الذباب هدى الرتم عنده. يد الذباب اللي ما خليته في حاله. خلوه ياخذ راحته. لا ما ياخذ راحته لا. تبون اليوم الدين. تبون اليوم العصر أعطيكم درس ترويض الذباب؟ لا لا لا. كيف انك تراوغه وكيف انك تخلي استراتيجية وتقتل. والله بخاف يذبح وذبح. في ذمة اني قدمت الدرس الخالد السهلي الذبان انا وصلت المرحلة اني قمت ما اسولف واسبه وانا اسولف يقول ور ور عند اذني ويبعص ام السالفة ويخربها واقوم متعكر مزاجي تعبت المشكلة الذبان ما له عيون ولا شلعت يا ساس لا 100 مليار عين مدري كم لا الذبان ما عنده عيونه الذبان ما عنده عيون عنده احساس طيب الاحساس يحرق جنحه يا رجال دارس انا علوم وعنده عيون اعطاه الدليل الدليل الدامق لا ما بعد امسك وعد كم عنده والله لو ان عيوني فيها جيروسكوب جيروسكوب تلسكوب والله اني قدمت يا. الدرس الحين هل تعلم ان الناس ما تعلم ولا انت مثل الناس ما في معلوم ما في معلوم لا لا ما في معلوم لا لا صدق في مثل يقول الانسان اذا توفى مات في مثل يقول اكبر من الثور اسمع في مثل يقول اكبر من الثور عينه شو شو ما اكبر من الثور الا عينه تعرفون مثل عين الثور دقيقه لا سؤال هذا ما هو تعرفون المثل صح ايوه لا والله متى ينطق هذا المثل ينطق على اللي اوكي صدق تكلم والله ما قد سمعت ما اكبر من الثور الا عينه اول مره يعني عند الغبي بس اللي ينتقد ويشوف بس يشوف بعينه وينتقد وما عنده شيء لا احنا كذا اجل ما كذا ايش ايش تعطينا من الكيس انت تعال كلها من الكيس نازل بالله علمنا اه كرك علمنا بالله علمنا تكفى يعني انت غبي وفوق ما انك غبي صامل على غلط نبي على الغاز وعصابه صفر اكبر من الثور اللي عينه هذا طال عمرك الان انت الشمس ما سقطت نراكم في حلقه جديده احنا مشتكين لك يا ما تسوي كرك صلوا على النبي السلام لا تتهدد هذا بعد ما نظهر من برنامج ايوه رحلة ال 25 نقضي لرمضان ثاني ضاري ومسلم بيحبي يا عبد الله في بار
اكلم سعود وعاد آمر تدلل سبب لبيه لب عيونك يا عيوني ودادي لين يوم تسعي ولي لبيه آمر تدلل سبب لب عيونك يا عيوني وذاتي آمر تدلل ما تمشي مع الحركة ذي اللي لقيت عليكم لحظات تفهمت معك ها طيب إذا شلون هذه النظام الشيخ علمني الشيخ على مزاجنا اصبر على مزاجي أنا ما قد طمر ما قد طمر لا 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 عفوا عنده يسولف جيته ويسولف اسلم طيب ارفع يدك قول حنا انا اسولف وليد لا اتحركت وصاير لا لا يا عبود التكي كذا وانا ما دريت انك تسولف وليد اسمعني ارجع وليد خمسة خمسة ايه وليد والله اني احبك خمسة خمسة صراحة يقع جلد ها خمسة خمسة عددنا عشرة اسلم جلد اسلم يا عبود المهم جوني طارق يا عبد الله كلمنا الشباب نبي نتوجه نروح ايش نروح نسافر نمحتوى حركات يلا خلي بسعود خالي بعد حجم هذا الشيء